أحبائي في الختام نفس سؤال المسيح، أين هو كنزك؟ حيث يكون كنزك هناك يكون أيضا قلبك. أنت متعلق بإيش؟ تعرف أحبائي الحياة والعمر قصير جدا، يعني لو عشت 100-120 سنة أنت بتكون محظوظ وبتكون مبارك، لكن تصور أنت الناس بتستثمر في مساحة هالقدي وبتنسى المليارات الأميال اللي هي الأبدية. تعرفوا مكتوب حياة الإنسان بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، هاي حياتنا بخار ظل عابر. بعدين الكتاب بيقول ماذا يجزي النفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه. استثمر في بنك السماء. والخطوة الأولى إنه فعلا أنت وين تعلقك؟ يمكن أنت بتمارس أعمال الصالحة والتدين وبتروح على الاجتماعات وعندك المعرفة الكتابية، لكن خد خطوة أعمق إنه الآن تعترف وتتوب عن خطاياك، أدعو المسيح توجه مخلصا وربا على حياتك. ساعتها كل غالي بيرخص أمام المسيح، لأنه المسيح هو كنزك.